سويت لوك، تركيز كبير، ينطلق ماكس سيزر تو هاند ستاند دي سيركل وان هاندل، عملية راشن كاملة هذه المرة، يرجع بها للهاندلز سيركل وان هاندل، عملية فلوب فلوب تو سيركلز، حركة بوسناري ناجحة بامتياز، سبيندو لحد الآن ما فيش خطأ كبير في طي من الجسم، هذا ما يلوم عليه ماكس ويتلوك قليلا. حركة توماس مع سبيندل ممتازة جدا، حركة وو مع الراشنز، والآن يقفل الجملة بديسماوند دي، هذا طبعا يترشح في المرتبة الأولى بدون أي مشكل، وبالتالي تكون بريطانيا نجم نقولوا ضمنت ميدالية ذهبية على مستوى حصان الحلاق، لأنه شفنا أبرز المتنافسين بتاع ماكس ويتلوك وأهمهم ريس ماكلينغان البطل الأوروبي اللي هزمه في مناسبتين في كومنولث جيمز بأستراليا بالجولد كوست، وكذلك هزمه ببطولة أوروبا، ولكن الأقدار شاءت بأنه ماكس يترشح للأدوار النهائية، والمختصين الأخرين ما يترشحوش.